بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت سيكول سيرفر 2008 اللي بنقدمها لكم تحت رعاية أكاديمية موقع وقف أونلاين. في الدرس ده إن شاء الله هناخد حاجة تانية من الحاجات اللي موجودة جوه كونسنترينت. كنا افتكرنا، لو نفتكر في الدرس اللي فات، احنا كنا خدنا حاجة اسمها كونسنترينت وقلنا إن احنا بنحط فيها البرايمري كي. هنشوف حاجة تانية بنستخدم فيها الكونسنترينت وهي حاجة اسمها التشيك. حاجة اسمها التشيك، والتشيك ديت في بعض الأحيان بتكون مهمة جدا 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 في قاعدة البيانات، لأن التشيك ديت عبارة عن إن أنا بعمل عملية تشيك أو فحص للمدخلات اللي بيدخلها اليوزر. يعني أنا بحدد له شرط معين لما اليوزر يجي يسجل في الحقل دوت بيانات، لازم البيانات ديت تكون موافقة لشرط محدد. لو اليوزر ما عملش البيانات، ما حطش البيانات موافقة للشرط دوت، سيكوال سيرفر مش هتقبل ان هي تدخل القيمة ديت. يعني مثلا لو انا عندي في جدول برودكت المنتجات وعايز اقول له البرايس دوت، طبعا مش ممكن ان هو هيكون بالماينس، ما ينفعش ان انا يكون عندي حاجة سعرها بالماينس. فلما يجي اليوزر لو ايده جت بالغلط على زرار الماينس قبل ما يجي يكتب القيمه بتاعه البرايس، ف بقول له امنع اليوزر باستخدام جمله تشيك، بقول له امنع اليوزر ان هو يدخل قيم بالماينس، قيم اقل من الزيرو. فبالتالي لو حصل الكلام دوت هيطلع له رساله ومش هيقبل ان هو يدخل القيمه دي. طيب تعالوا نشوف كده ايه اللي احنا ايه التشيك دوت بيتعمل ازاي. هقول له كرييت داتابيز تيست 1 جو كرييت تيبل كاستمرز، هيكون في حقل كاستمر اي دي، ده طبعا نوعه انت وبيكون نوت نال، وحقل الكاستومر نيم دوت ان فار شير 50، وهيبقى في عندي حقل اسمه الكريدت ليميت. يعني نقدر نقول مثلا الحد الائتماني للعميل دوت، اكتر قيمة انا ممكن اكون سايب بضاعة عنده بالاجل بالقيمة ديت. هقوله طبعا ديت هتكون نوع البيان بتاعتها ديسمال، قلنا طالما ان فلوس يبقى انا من الافضل ان انا استخدم الديسمال عشان العلامات العشرية. كده انا انشأت الجدول بس ما حطتلوش شرط. عشان احط له شرط باجي هنا بعد ما عملت كل الحقول ديت وبقول له ان انا عاوز اعمل تشيك. طيب هيعمل تشيك على ايه؟ يبقى يعمل تشيك على الحقل اللي انا عايز احط له الشرط بتاعه اللي هو الكريدت ليميت. عايز اقول له مثلا ان العميل ما ينفعش باي حال من الاحوال يبقى الكريدت ليميت بتاعه اكبر من 10,000 جنيه. اقصى قيمة ممكن ان انا احطها له كحد ائتماني هي 10,000 جنيه. يبقى انا عايز اتشيك ان الكريدت ليميت اقل من او يساوي 10,000. يبقى كده انا بقوله تشيك ان الكريدت ليميت بتاع الشخص دوت او السجل اللي انا بكتبه او اللي انا بعدل فيه ما يعديش 10,000 جنيه. هقوله دلوقتي اكسكيوت. نيجي نشوف كده قاعدة البيانات الجديدة اللي انا انشأتها. سوري، طبعا انا هنا نسيت ان انا اقول له نسيت طبعا انا اقول له يوز تيست 1، فعشان كده طبعا حط لي قاعدة البيانات في التيبل
الاقي احط لي قاعده، الاقي احط لي التيبل دوت في قاعده البيانات اللي اسمها ريبورت، مش ادي الريبورت سيرفيس التيبلز بتاعتها، ادي التيبل كاستمرز اللي احنا عملناه. طبعا انا هحذفه من هنا، هقول له هنا يوز تيست 1، هحذف الاول الجدول اللي هو تيست 1 دوت، يعني طبعا انا لو جيت نفذت الامر كده من غير ما احذف التست 1 هيقول لي ان الجدول ده بالفعل موجود عندك وما ينفعش ان انا اعمل جدول تاني بنفس الاسم دوت. فاقول دلوقتي اكسكيوت، ادي كده الجدول بالفعل عندي اتعمل او قاعدة البيانات وجواها الجدول اللي هو الكاستمرز، ادي الجدول اهوت. نيجي نحط القيم بتاعته، هقول له ده الكود بتاعه واحد اسمه احمد، الكريدت ليميت بتاعه هقول له ان 10,000 جنيه كده يقبلها. طيب لو جيت انا عايز اضيف موظف تاني او سوري كاستمر تاني، وهقول له ان خليل الكريدت ليميت بتاعه 15,000 جنيه، كده طلع لي رسالة بيقول لي ما ينفعش ان انت الكريدت ليميت بتاعك يعدي القيمة اللي احنا متفقين عليها اللي هي 10,000. لو قلت له حتى 10,001 برضو مش هينفع، يبقى لازم هنا يكون 10,000 او اقل من 10,000. طبعا نفس الكلام اللي هو كان في البرايمري كيم، ان انا لو عندي الدنيا قاعدة البيانات دي اصلا موجودة، هقول له هنا دروب تيست 1 وهعمل كل ده كومنت، بس لازم اقول دروب داتا بيز كده بالفعل هو حذف قاعدة البيانات اللي موجودة عندي. طيب لو جينا هنا دلوقتي قلت له والله انا هعمل الكلام دوت بس مش هعمل التشيك دوت، انا مش عايزك تعمل لي التشيك دوت، تعمل لي قاعدة البيانات من غير ما تحط لي فيها اي شرط، اقول له اكسكيوت كده بالفعل هو انشأها لي قاعدة البيانات. لو جيت هنا طبعا كده انا اقدر دلوقتي ان انا احط اي قيمة في قاعدة البيانات ديت. لو قلت له 50,000 ما عندوش اي مشكلة وجاب لي القيمة. طيب لو انا حبيت دلوقتي ان انا بعد ما انشأت جه صاحب المنشأة او صاحب الحاجة اللي انا شغال فيها، صاحب الشركة اللي انا بعمل لهم قاعدة البيانات ديت، وقال لي لا والله انا عايزك دلوقتي الكريدت ليميت دوت ما ينفعش ان يبقى اكتر من 10,000، فعايزك تحط لي شرط عشان اليوزر ما يحط ليش اكتر من 10,000، عايزك تمنعه من الكلام دوت. فهقول له زي ما عارفين طبعا alter table customers وهقول له تشيك، وبعد كده هفتح قوس. طبعا انا كنت واخدها هنا كات، فاقول له الكلام دوت اعمل تشيك ان الكريدت ليميت ما يعديش 10. بس طبعا لازم الاول اقول له كلمة اد عشان يضيف التشيك دوت لقاعدة البيانات. هقول له دلوقتي اكسكيوت، طبعا مجرد ما هقول له اكسكيوت هيديني ايرور لان انا عندي بالفعل في قاعدة البيانات في سجل موجود قبل كده، السجل دوت ما ينفعش مش موافق مع الشرط دوت، يعني عندي هنا سجل ب50,000 ف50,000 اكبر من 10,000 فما ينفعش. لو جينا هنا وقلت له ان ديت تبقى 10,000، ودلوقتي جيت قلت له اكسكيوت
ما فيش عنده مشكلة دلوقتي، نفذ لي بالفعل الكلام دوت. يبقى انا برضو حاجة اخد بالي منها، لو حبيت ان انا اعمل تشيك او شرط جديد لازم ما يكونش عندي اي سجل يكون مخالف للشرط دوت. طيب دلوقتي زي ما احنا عارفين ان الكونسنتنت ان الشكل دوت كده زي البرايمري كي، قلنا ان مش هينفع ان انا اعدل او احذف الشرط دوت، لازم ان انا احطه جوه كونسنتريت وبعد كده اقول له يحذفه. فلازم دلوقتي يعني من الافضل بقى ان انا اقول له يعمل لي الكلام ده كله جوه كونسنتريت. هحذف تاني قاعدة البيانات، وهرجع تاني انشئ برضو قاعدة البيانات، ولكن في الحالة ديت انا دلوقتي هقول له زي ما قلنا في الجزء بتاع البرايمري كي، لو نفتكر هقول له constraint constraint، وهقول له ان المرة ديت الكونسنترينت هيكون اسمه chk underscore limit. زي ما قلنا الاسم ده طبعا انا ممكن ان انا احط اي اسم، مش هيعمل معايا اي ايرور لان ده الاسم اللي انا بختاره. طيب بعد ما قلت له على اسم الكونسنترينت هقول له دلوقتي النوع بتاعه. المرة اللي فاتت كنا بنقول له برايمري كي، المرة دي هنقول له تشيك، وبحدد له التشيك دوت انا عايز يكون فيه ايه بالظبط. طبعا هنا انا بقول له ان الكريدت ليميت ما يكونش يكون اكبر من يكون اقل من او يساوي 10,000، واقول له دلوقتي اكسكيوت. كده هلاقي قاعدة البيانات عندي ونفس الكلام اللي موجود برضو، ان انا ما ينفعش ان انا احط له اي قيمة اكبر من 10,000. لو حبيت بقى في الحالة ديت ان انا احذف الشرط دوت واغيره واعدله بعد كده واحط شرط تاني، بكل بساطة بقوله طبعا الاول use table use test one، وبعد كده هقول له alter table customers، وهقول له drop constraint chk limit، وهقول دلوقتي اعمل لي عملية execute. كده حذف لي الشرط دوت او الكونسنترينت. لو حبيت دلوقتي ان انا اعدل مفيش عندي اي مشكلة، لو حبيت ان انا اضيف حقل جديد واحط له اي قيمة انا عايزها مفيش عندي اي مشكلة. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.